هناك بعض التحاليل معنا دلوقتي إن شاء الله هنشوفها على الشاشة لبعض الحالات. حضرتك تشرح لنا هذه الحالات وكيف تم علاج التكيس المبيض لها، لكن يمكن لو جاهزة معنا نشوفها. هي ظهرت قدامنا دلوقتي على الشاشة. دي حالة إيه يا دكتور؟ دي أشعة تلفزيونية اتعملت لأحد السيدات قبل استخدام سم النحل والنباتات الطبية. نعم. وظهر في الأشعة طبعا وجود تكيس، أو في التقرير وجود ده تقرير الأشعة، تقرير الأشعة طبعا وجود عندنا متلازمة تكيس المبيض. ده كان قبل استخدام النباتات الطبية. بعد ده بعدها بحوالي 3 أشهر. اه الحمد لله ولا الحمد، زي ما حضرتك شايف مكتوب تحت نورمال ستادي، خلاص الحمد لله ولا الحمد. هي واضحة جدا نورمال ستادي، تم شفاء التكيسات شفاء تام. تمام. تحليل آخر، ده التحليل ده فيه ال FSH وال LH. لو طلع زاد ال LH يا استاذ محمد، وده احد الحاجات اللي بتميز دي هرمونات الغده النخاميه، اللي بتميز تكيس المبيض. ال LH عندنا بيكون ضعف ال FSH، ال LH عندنا بيكون ضعف ال FSH، ودي علامه انه في تكيسات. طب بعد العلاج ده قبل دي ده قبل بعد العلاج ده بعد صح؟ معلش هي الصوره مش واضحه شويه، بس هي بعد كده تم ضبط الهرمونات اللي حضرتك كانت بقى معانا. تم ضبط الهرمونين بقوا تقريبا قد بعض، يبقى تم علاج التكيس. الاتش كمان نزلت سنه. في تحليل اخر قدامنا يا دكتور، شيء كويس يعني. التحليل ده بروجسترون، او الهرمون البروجسترون هو احد الهرمونات الانثويه، وده بيحصل في وجود مشكله تكيس المبيض. لهذا الهرمون بيكون انتاجه قليل جدا. لو تلاحظ هنا تحت معدله الطبيعي بعد استخدام بعض النباتات الطبيه وسم النحل، الحمد لله ولله الحمد، اللي هي الجزء اللي حضرتك كلمت فيه الارتفاع وصل. هرمون لا ده تستوستيرون ولا البروجسترون؟ هنا 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 البروجسترون. لا هنا البروجسترون، ما احنا عندنا بيكون في خلل في تقريبا معظم هرمونات الجسد اسمح لي. يعني بقى عندنا خلل في الهرمون الذكري اللي هو التستوستيرون، وبقى عندنا خلل في الاف اس اتش والال اتش، وبقى عندنا خلل كمان في البروجسترون. اضف الى ذلك كمان بيكون عندنا بعض المشاكل الاخرى الجسديه، زي ما احنا قلنا اللي بيكون ما فيش تبويض، ممكن التبويض يكون مش منتظم، الدوره مش منتظمه، السمنه الزايده عن اللزوم، ودي النقطه اللي هنتكلم عنها. طيب نتكلم عن السمنه. احنا معانا يعني قبل ما نتكلم عنها خطه العلاج يا دكتور اللي تمت للحاله الاولى، حضرتك قلت الاشعه كان في نسبه تكيسات، كيف بدات خطه العلاج لهذه الحاله؟ رقم واحد طبعا استخدام سم النحل، استخدام مرتين في الاسبوع. زي ما احنا شرحنا ان سم النحل وجود الفوسفولايبيز اي 2 اللي فيه من الادويه الطبيعيه اللي بتتميز. بص يمكن احنا اشتغلنا سم النحل سنين طويله، سم النحل فيه خاصيه غريبه جدا. تقريبا اي نسيج غريب بيكون موجود في الجسد هو بيدوبه. يعني انت لو تلاحظ واحنا بنتكلم اتكلمنا عن دور سم النحل في علاج مشكله متلازمه تكيس المبيض، لانه بيدوب التكيسات دي او بيساعد اللي هي تكون سهله العلاج مع يعني المساعده باستخدام النباتات الطبيه. كذلك سم النحل لو تلاحظ احنا لما كنا بنتكلم في الغضروف الزايد قلنا اللي هو بيدوب الغضروف نظرا لوجود الفوسفولايبيز اي 2 برضه اللي فيه. وجود ماده الفوسفولايبيز اي 2 يا استاذ محمد في سم النحل بتدي له يعني ميزه غير عاديه في الانسجه اللي بتكون غريبه الى حد كبير جدا هو بيحاول اللي هو يتغلب عليها. لان هو بكل بساطه عقلانيا حتى اما انت بتعمل لدغ نحل، النحله دي بتكون عاوزه اللي هي توصل هذا السم للدوره الدمويه، هي بتكون مش عارفه اللي هي بتشفيك، يعني هي بتكون غرضها اللي هي تاذيك، هي ما تعرفش اللي هي بتشفيك بهذا اللدغ. فبتحاول قدر المستطاع اللي هي بتحاول اللي هي توصل الماده السم بتاعها للدوره الدمويه. وفي طريقه لتوصيل السم للدوره الدمويه في انسجه غريبه هو بيقابلها، هذه الانسجه الى حد كبير جدا بيتم القضاء عليها باستخدام سم النحل. اذا فيه شفاء للناس، وسبحان الله العظيم كل ما نتكلم عن منتجات النحل بنلاقي اعجاز الالهي الكبير.